فبيوحدد الفكر. إذا هناك كلمة متفرق والفكر متشدد فالناس يرون أن العمل مستمر غير منقطع، التجارة مستمرة غير منقطعة، ليس الاستمرار بالتجارة بل الترقي في التجارة، ما اكتسبناه في السنة الماضية وما اكتسبناه في السنة الموجودة. فهكذا ليس الترقي فقط في الاستمرار، الترقي أن ننزل فيما اكتسبنا في هذه المدة. فللترقي في أمور الدين والدنيا بأخذ الأحوال وبإعطاء المقتضيات. فليوحدة الفكر وليوحدة الكلمة لوحدة الفكر ولوحدة الكلمة النظر في العمل، هذا من سنة الأنبياء ومن سنة الخلفاء الراشدين. لا يقتنع على أن يعطي الهدايات وبحسن الظن الناس يعملوا بها ويقضون المقتضيات ومتطلبات الدعوة، لا، بل تأخذ الأحوال. المثال: هدهد الطير غاب عن صحبة سليمان عليه السلام، مكث غير بعيد فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ كانوا من الغائبين. لو يعذبنه عذابا شديدا أو لا أسبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. ما سوى بغيابه وماذا فعل في هذا الغياب؟ فرجع وحضر بالأحوال: إني أحق ما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا الحال يعني مختصر بين من كنت وعلم سليمان عليه السلام بسبب هذا الطير أحوال الدولة كاملة، ومن هؤلاء وما دينهم وما يتعبدون، فجعله سبب واستخدمه لإرسال الدعوة إليها إلى ملكة بلقيس إلى سبا. فالإنسان هذا أشرف المخلوقات، وأصلا الله سبحانه وتعالى جعله سبب لهداية الناس. فكم نكون بسبب لهداية الناس ولهداية الدول لو نحن نأخذ الأحوال ونعطي المقتضيات. وهذا من سنة الأنبياء، وهذا من طريقة الخلفاء الراشدين، الاهتمام بأخذ الأحوال، اهتمام بأخذ الأحوال ولأخذ الأحوال لوحدة الفكر ولوحدة الكلمة كما قلت. لهذا الأمرين المهمين أخذ الأحوال، وإذا لم نأخذ الأحوال فكل أحد هو يمشي على وجهته ويخطو خطوة على ما يرى. فإذا تكون وجهات مختلفة
إما يكون الاختلاف بين الأحباب في طريقة العمل. إذا يكون الاختلاف في طريقة العمل، فإذا يكون الاختلاف في طريقة الطبخ، فماذا يطبخ؟ فلهذا الشيخ يوسف رحمه الله هو وضع العنوان في حاجة الصحابة: النظر في العمل. النظر في العمل. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لو أنا أكمن الجماعة وأؤمر عليها خير من أعلم، ثم أعطي الهدايات خاصة لهذا الأمير لهذه الجماعة، فسأل الصحابة: هل قضيت ما علي؟ قالوا: يا مؤمنين، أنت قضيت ما عليك. أنت رتبت الجماعة وأمرت عليها خير من تعلم وعطيت الهدايات، أنت أديت ما عليك. قال: لا. قال عمر: لا، حتى أنظر هل فعلوا بما أمروا أو كان عملهم خلاف ما أمروا. فهذا اجتماعنا هذا لأن أمامنا فقط جولتين، ساعتين ونصف، هو التشكيل. طيب، هذه الأمور مستمرة، ولكن فوق هذا وثم فوق هذا المقاييس الدولية والمتطلبات، لأن الأحباب لما يستمروا في هذا العمل، فإذا لم يتحمل المسؤولية فوق هذا، فإما يأتي الملل، أو يتأخر عن العمل. يعني أنا استفدت وتبت وتعلمت، وكنت حياتنا أولا حياة الغفلة، الآن الحمد لله تعلمنا بهذا الجهد. يقول الشيخ إلياس رحمه الله: المتدين، الذي هو يمتثل أمام الله عز وجل، هو هو قائم بدينه، هو عامل دينه، لكن هو غير ناصر دينه، هو عامل دينه، متدين، هو عامل دينه غير ناصر دينه. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أكرمكم بهذا الاستعداد، فنريد بهذه الجلسات وبأخذ الأحوال العمل يترقى، وطريقة العمل أن أفكاركم وبما أكرمكم الله عز وجل بالاستعداد، الأمة على مستوى العالم تستفيد منكم أمام العالم. لو كان مستوى جهدنا محدود في هذه فقط المقام، وهذا يكون الأعمال اليومية كالوظيفة، ونحدد أفكارنا فيه فقط، فالعالم هو في ظمآن وفي عطشان. كم من الدول يصر علينا في نظام الدين أن تصل إلينا جماعات من قدماء العرب، من قدماء السعودية، من هذه المملكة. طيب، تصل الجماعات، ولكن بعض الدول وبعض المقتضيات التي يعني لم تصلع لهم جماعات، عامة الناس والجدد ما يستطيعون. فنريد أن نتقدم، ونتبع إلى المقتضيات التي
فوق هذا المستوى. فلهذا نحن نريد أن نسمع الأحوال قبل السنة. ما شاء الله الشيخ بيّنه الأحوال ونحن سمعت إناكم المقتضيات لسنة القابل، والحمد لله أنتم استمررتم سنة كاملة. فنريد أن نسمع الأحوال، ماذا قضيتم وماذا بقي وماذا عندنا من المقتضيات الجديدة حتى نحملها عليكم. فهذا هو المقصد يعني لهذه الجلسة، أن نسمع الأحوال السنة الماضية ثم ماذا عندنا للسنة الجاية إن شاء الله. أحبابنا يجلس معكم الآن وبعد المغرب وصباحا، ثم نريد أن تكون المذاكرة في ضوء هذه الأحوال بعد المغرب، تكون المذاكرة في ترتيب العمل، وتكون بعد الفجر كذلك جلسة حتى نعزم للمستقبل ماذا على المسؤولية من الدول. لأن نحن الحمد لله جينا من نظام الدين يعني مقتضيات الدولية والاجتماعات، وبعض الدول فيها عمل ضعيف جدا. فنريد قدماءكم ما شاء الله مثالكم هم يجتهدوا هناك، وبعض الأحباب ما شاء الله عندكم لهم علاقة خاصة لبعض الدول ولهم معرفة هناك، فإن شاء الله نشكلكم إلى هذه الدول حتى بسببكم يعني يتقوى العمل هناك. فهذا هو المقصد بهذا، إلا يرون أن هذه الأمور أعمال معروفة، فلماذا نبين الأحوال؟ ولماذا بعدم أخذ الأحوال كم من المقتضيات ننساها؟ هذه الجلسة لتذكير هذه الأعمال التي يعني والطلبات التي نريدها يوميا. فكم من الأشياء نحن يعني بسبب أشغالنا ننسى أو نذهل عنها. فإن شاء الله أنتم رتبتم الأحوال على مستوى الحلقات أو على مستوى المساجد كمان أنتم رتبتم، ونريد أن نسمع منكم ماذا حصل في تلك السنة. إن شاء الله مستعدين. أنا أبين الدواء. المقتضيات وصلت لنا إلى السنة هذه 1439، في نفس سنة 1438 تجدد نفسها تجدد.